اول حاجه تعازينا الحاره الاسر ديال الناس اللي فقدناهم مع الاسف الكارثه هذه اللي سلطت على بلادنا. كنتمنوا من الله يحد الباس وان شاء الله يصبر الاهالي ديالهم ويصبرنا حنا كاملين، لان كلنا دابا كمغاربه كنا عائله واحده. الغايه من الحضور ديال المجموعه ديال الناس هنايا واللي كيتلج الصدر ديالنا، انا الا لاحظتي معايا المغاربه المعدن ديالهم كيبان في الوقت المناسب. معدننا الحمد لله صافي، الناس بالصفوفه في المراكز ديال تحقن الدم، وما هادشي راه ما كافيش لان الضحايا كثار، مازال محتاجين دم الناس. كل واحد يحاول انه يعطي قطره من دمه اللي غادي يعوضها في 24 ساعه ولا اقل، يعطيها غادي يعتق بها واحد الروح. يتخيل ان داك الدم ديالو غادي داوه، وكاين واحد التربيه اللي كيلحق ولا واحد الام مسكينه كتموت، وهذاك الدم اللي انت عطيتيه هو اللي داروه جرى في عروقها باش يعني كتب ليها الله النجاه بسبب ديال دمك. كنناشد جميع المواطنين المغاربه اللي كاينين في عين المكان، حقا كاينين الناس يعني القوات المسلحه الملكيه، الدرك الملكي، القوات المساعده، يعني كاع الاجهزه كاينين، ولكن خاص التعوين اللي تما. ما كرهناش حنا كون كنا نمشيو حتى حنا نعاونوا، واخا نحفروا بدفارنا نعاونوا بعضياتنا، لان قضيه طارق تكلمنا على الزلزال البارح في الحق باش حسيت اللي كاين في الامر هو حنا ملي حنا خصوصا الناس الساكنين ديال الدار البيضاء فجانا داك الزلزال حسينا به، خرجنا للزنقه قلنا الحمد لله دازت سالكه، ما حسينا بالصفعه حتى سمعنا الخبر وشنا الصور خصوصا من مدينه مراكش والنواحي، شنا الناس كتموت. بدينا كل ساعه كنسمعوا الارقام غاديه وكتطلع، الصباح كانت الفاجعه، بدينا ب 822 ما داش ثلاثه السوايع طلعت ال 1000 وما يزيد، صافي تما عرفنا ان الكارثه حنا ما كناش بالبؤره، ولكن الكارثه طرات لخوتنا اللي في نواحي الحوز ونواحي الاطلس المتوسط اللي قلوبنا معاهم. واش طارق الاول مره نحضر الزلزال بحال هذا؟ انا هذا الزلزال اللي عقلت عليه، اللي سمعنا ان هذا قوى من اللي كان في اكادير في 1960، اللي سمعنا اللي قالوا من الله يقدر اللطف، الله يقدر اللطف، ونتمنوا على الله تكون اخر الاحزان، الله يحفظ لنا بلادنا. بالفعل طارق من اللي عرفش بان كاين ضحايا في الزلزال في مراكش. راه ردة الفعل ديالنا كاملين، راه كان صدمة البارح، كان الخوف مخلوعين، كنقولوا راه غادي يعاود يرجع. الناس راه بقينا في الزنقه، كاين اللي بات في ملاعب القرب، كاين اللي بقى في الزنقه ما دخلش، كله وكيفاش عاش الامر ديالو. كنتمنوا من الله اللطف يا رب. شكرا لكم. اشترك معنا في القناة كي يصلكم كل جديد، وذلك بتفعيل الجرس والضغط على زر اشتراك.